بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا لا أمرا، إذا كنت غير مشتركة بقناتي اشتركي بالقناة وفعلي الجرس حتى تصلك جديد فيديوهاتي فور نزولها على القناة، وذلك تقديرا لمجهودي. وصفة اليوم هي عبارة عن ماء الأرز لتبييض البشرة وشدها وإعطائها النضارة. ماء الأرز صالح لجميع أنواع البشرة، الجافة، البشرة الدهنية العادية وحتى الحساسة منها. يعمل ماء الأرز في هذه الوصفة على تبييض البشرة وتصغير حجم مسام الجلد، حيث يعتبر ماء الأرز كغسول معقم ممتاز للبشرة ويساعد في الحفاظ عليها ناعمة ومشرقة. كذلك ماء الأرز يساعد على تقليص المسام ويجعلها أصغر حجما لمن يعانون من المسامات، يعالج حب الشباب ويخفف الإحمرار الناتج عن حب الشباب. كذلك هذه الوصفة رائعة لعلاج الأكزيما، حيث توضع هذه الوصفة على المناطق المصابة بالأكزيما وبالاستخدام المنتظم لها يختفي تماما. يعمل على تفتيح لون البشرة، حيث أن ماء الأرز يعتبر من أكثر المنتجات التي من أفضل المنتجات التجارية التي تدعي تفتيح البشرة. نحتاج في هذه الوصفة فقط لأي نوع أرز متوفر في البيت عندكم، استخدمي أي نوع أرز، لا يوجد هنالك نوع محدد من الأرز. حوالي نصف كوب من الأرز الغير مطبوخ طبعا. أولا نقوم بغسل الأرز حتى نزيل كل الأوساخ والشوائب العالقة به، وبعدها نأخذ الأرز نضعه في وعاء ونقوم بسكب عليه كوب من الماء المغلي مباشرة، نتركه لينقع لمدة ربع ساعة. بعد مرور الربع ساعة نأخذ ثاني مكون وهو الحمص. الحمص يكون مطحون على شكل بودرة، هذا هو الحمص. نأخذ ملعقة شاي صغيرة منه. إذا كان الحمص غير متوفر عندك ممكن استبداله بالحليب البودرة أو بودرة الترمس المر، لهما نفس النتيجة بعد تجربة هذه الوصفة مع هذه المكونات، يعني البديل. دائما أحاول إعطاء البديل، قلت بودرة الحمص أو بودرة الحليب أو الترمس المر، حيث أن بودرة الحمص أو الحليب أو حتى الترمس يعمل على توحيد لون البشرة، كذلك يخلص من البقع السوداء الكلف الناتج عن الولادة والتعرض لأشعة الشمس، يعمل على تأخير ظهور التجاعيد، وكذلك يخلص من إحمرار الوجه، كذلك يقشر وينظف بشرتك، يرطب البشرة، يحميها من الجفاف خصوصا في فصل الخريف، يعزز إنتاج الكولاجين ويخفف من ظهور الهالات السوداء ويزيد النعومة والنضارة لبشرتك. هذا هو الماء السحري الرهيب الذي يعالج كل مشاكل هذه البشرة، ومن أول استعمال تلاحظين الفرق. نترك هذا المزيج لينقع لمدة 5 دقائق، بعدها نقوم بتصفيته. نأخذ قطن نغمسه في هذا الغسول ونمسح البشرة وهي نظيفة بأي وقت مناسب لك، سواء بالنهار أو بالليل، لمدة ساعة كاملة، وبعدها يشطف مباشرة بماء بارد، والترطيب حسب نوع بشرتك وحسب المرطب المناسب لك، سواء بواسطة الزيوت أو بواسطة الكريمات المرطبة. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، للرجال، البنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق. الاحتفاظ بهذا السائل يمكن الاحتفاظ به في علب فردية بعد تصفيته في الفريزر وفي الثلاجة، صالح الاستخدام لمدة أسبوع فقط، بعدها يمكن تجديد الخلطة أو كما ذكرت الاحتفاظ بها في المجمد.
بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة تقديرا لجهودي، وذلك بالضغط على الجرس حتى تصلكم جديد فيديوهاتي فور نزولها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.